خلونا قبل ما نخش على الصحف العالمية زي ما متعودين عندنا بعض الأخبار اللي هقولها لحضراتكم. هبدأها بجيرارد. طبعا جيرارد بيوافق على تدريب الاتفاق السعودي، طبعا وافق طبعا ستيفن جيرارد على طبعا يعني الاتجاه للدوري السعودي، وهيصبح المدير الفني الجديد لنادي الاتفاق السعودي. طبعا وفقا لصحيفة ديل ميل الإنجليزية بتقول ان قرر ستيفن جيرارد في البداية عدم الذهاب الى المملكة العربية السعودية، لكن في الايام الاخيرة تم رجوع المحادثات مرة اخرى مع المسؤولين في نادي الاتفاق، وصرح جيرارد انه يمكن اجرى زيارة لاجراءات مناقشات مع نادي الاتفاق من عدة اسابيع، لكن لن في الوقت ده ما قبلش العرض السعودي. الصحيفة أشارت أن طبعا أسطورة ليفربول غير موقفه في منعطف مفاجئ وفي خطوة مفاجئة، وأن هو وافق على تدريب نادي الاتفاق السعودي في الموسم القادم. أوضحت الصحيفة أن كمان أنه زاها طبعا نجم كريستال بالاس قد ينضم أيضا إلى صفوف الاتفاق مع جيرارد عبر صفقة مجانية. زي ما بقول لحضراتكم يعني الدوري السعودي دوري مؤثر جدا، هيكون مؤثر جدا في الانتقالات الصيفيه بالنسبه للاعبين الاوروبيين. هنناقش الملف ده مع حضراتكم. ستيفن جيرارد طبعا اسم كبير، اسطوره ليفربول اسم كبير كمان في عالم التدريب، هيكون متواجد يعني السنه او الموسم القادم مع فريق الاتفاق السعودي.